جميل صديق معاوية. جاك معاوية صباح الخير. مرحبا. صباح الخير. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك. وبداية نبتدر طوالك حديثنا عن الأخبار الرياضية بتعادل المريخ مع الجيش السوري أمس. طبعا يمكن نحن ننظر لشكل المريخ بعيد عن التعادل. يمكن شكل كان مفاجئ نقول لكل أنصار المريخ حتى كل الرياضيين على خلفية أنه المريخ كسب لقاء الذهاب في لبنان ب3-1. أن تكسب خارج أرضك 3-1 يمكن تكون 90% أنت تأهلت. هذا شيء طبيعي أنه تلعب مباراة الإياب داخل أرضك وبين جمهورك بأعصاب باردة جدا. بعدك بتلعب كورة أنت بعيد عن الاندفاع والتوتر والشد والجذب. لكن الحصل يمكن يكون هو العكس. ويمكن دي ذهنية اللعب السوداني أنه انتظر خارج الأرض الماتش انتهى والتأهل خلاص يمكن في الجيب. شكل المريخ كان مغاير تماما لمباراة الذهاب. المريخ يمكن في لبنان بعد تأخر بهدف عاد وحرز هدفين وفاز 3-1 وقدم عرض ممتاز جدا. يمكن ما حصل في خلال الموسم ده على مستوى الدوري الممتاز او كاس السودان او حتى على مستوى الوديات. الجمهور ما كان راضي عن شكل التيم بالامس، يعني حتى عدم الرضا بعيد عن النتيجة. يمكن حتى المريخ لو فاز شكله ما كان ممتاز بالصورة المتوقعة. الخط دفاع كان فيها هفوات كثيرة جدا خاصة العمق صلاح نمر وحمزة داود. خط الوسط برضو كان بعيد عن المستوى. شيء طبيعي انه الوسط يكون ما جيد، المقدمة الهجومية تكون ما جيد خارج التركيز لأنه ما في تمويل. يمكن في برضو الملعب القبيح جدا أرضية استاد المريخ ظهرت بشكل ممكن نقول يعني متردي بصورة غير عادية، حتى ممكن فاجأت الناس رغم التحسينات عليها واللون وغيرها من الإضافات، لكن كان شكلها ما جيد. يمكن برضو كان لها دور أثرت شكل الأداء يكون ما بالصورة المطلوبة. في لاعبين كان ممكن خارج الفورمة تماما في المريخ، ده ما كان بالصورة المطلوبة. أنا أفتكر أنه حتى المدرب يمكن يكون له دور انه بيتفرج على اللاعبين وهم بيعتمدوا على الرساله الطويل، ما في نقل للكره باصات قصيره زي ما فعل الفريق السوري. يمكن كان امتلاكه للكره افضل في التسليم والتسلم والتسليم بصوره ممتازه جدا. في المريخ الرساله الطويل في تغييب للوسط من الدفاع للهجوم، في انانيه يمكن في المقدمه الهجوميه من محمد عبد الرحمن، اصرار عليه انه يبرر الخط ما بيدعوهم مع زملائه. خط الدفاع حمزه وصلاح ما كان في تفاهم بيناتهم بالصوره المطلوبه. كان في صيغه زايده يمكن نقول. تغييرات المدرب انا افتكر ما كانت الغرض المطلوب باستثناء ضياء الدين. سحبه للتش يمكن كان افتكر انه كان عيب كبير تربيه والمريخ. التش اللعبه الوحيده اللي ممكن يستلم ويراوغ ويخترق ويمول المقدمه الهجوميه، لكن بعد خروج التش بقى ما في لاعب عنده المقدره انه يراوغ و أصبح هي الفرص في جاب كبير جدا. نعم. بين الوسط واضح. والمقدمة الهجومية حتى بقية اللاعبين الموجودين ما عندهم الخاصية اللي بتمتع بها اللاعب التش، خاصة أن المريخ محتاج أنه يعدل النتيجة أو يرفع غلته بعد التهديف. محمد عبد الرحمن يمكن أنا أفتكر أنه كان واصل لزمن طويل في المباراة من بدري جدا. لأن واضح أنه لاعب فاقد للتركيز. محمد عبد الرحمن في المباراة الأخيرة يمكن تراجع بصورة كبيرة جدا. آخر مباراة أمام الأهلي مروي شاهدنا انفعاله الكبير جدا مع الخصم. مباراة الأمس كان برضو خارج اللعب. السفتيري كان عليه رقابة لصيغة جدا، شيء طبيعي جدا على خلفية المستوى المتميز ظهر به في لبنان، وكان واحد من مفاتيح انتصار المريخ. عموما طبعا المريخ حقق الغرض المطلوب هو التأهل، لكن برضو يبقى التأهل بشكل فني زي ده ما بيوديك لقدام، خاصة انه انت ماشي دور 16 الفرقة تتأهل بتكون مستوى الفني عالي جدا. ما زي الجيش السوري، يمكن الجيش السوري احنا فاجأنا بمستواه. الكرة السورية متقدمة جدا، لكن في ظروف يمكن واجهها الجيش السوري انه الدوري السوري ما بدأ. حيبدأ يوم 12 سبتمبر المقبل، يمكن يكون في طور الإعداد. نعم. الجيش السوري عشان كده ما لكن واضح انه هو ملامح تيم ممتاز جدا. احنا شاهدنا فقد عدد من العناصر، نحن شاهدنا نقله للكورة والبرود يعني عند اللاعبين. لو التيم ده كان مستعد وجاهز كان بيكون مشكلة كبيرة جدا. مشكلة كبيرة جدا أفتكر بالنسبة كان للمريخ، فريق بيمتاز بالمهار والقوة البدنية. نعم. يمكن دي بتكون
نقطة الضعف للأندية السودانية عموما احنا بنشوفها دائما بتعاني مع الأندية العربية، لكن بتتفوق لما تواجه الأندية الأفريقية بصورة كاملة بتعتمد على القوة البدنية فقط. الفريق السوري يمكن نقول حاضر ذهنيا لكن بدنيا غايب في مباراة الأمس، عشان كده يمكن غادر. حتى احنا شاهدنا حتى بعد تقدم بهدف بتحس انه ما في الرغبه الاكيده انه يعملوا انه يرفع غلطه من الاهداف ويتاهل، يعني زي حده اكتفوا كده وصل حده. اليغز البدنيه ما زعفته بمقارنه بالمريخ، نحن الدوري الممتاز يمكن في خواتيمه، نحن ماشيين على دوره ثانيه اللي دوري المجموعتين. طيب اذا تكلمنا عن نقطه مهمه، يعني يمكن كان في حديث عن موضوع محمد عبد الرحمن وبكري، وفي حديث كثير دار في الاعلام، ما خلف الشيء الحقيقي كان شنو بعد ما اتضح انه الاثنين ما موقوفين؟ يعني والله انا افتكر قضيه اجتماع اللجنه المنظمه ومؤلف محمود عبد الرحمن كشف الفوضى اللي بيدار بها النشاط الرياضي في السودان كره القدم تحديدا. لجنه المسابقات استدعت اللاعب محمد عبد الرحمن، وللاسف الكبير يمكن القرار والخلاصه كانت انه ما في داعي لتحويل لجنه الانضباط، لانه تقرير الحكم ما تضمن اي اشاره ليه ما بدر من محمد عبد الرحمن. لكن احنا بنرجع نقول انه لجنه المسابقات نفسها براسه الفاتح باني ورمزي يحيى وام بشاره قبل كده يمكن استدعت اللاعب عبد اللطيف بوي من شريط الفيديو، رغم انه الحكم صديق الطريفي ما كان ضمن الحادثه الشهيره باعتداء على الحكم صديق الطريفي في مباراه الهلال والامل عبر. يعني كانما لجنه المسابقات كانما يعني ارادت الهروب يمكن من الموقف، لكن للاسف يمكن هربت عبر بوابه مخجله يمكن انا اقول لك، كشفت انه هي غير جديره انا افتكر بالاستمرار لجنه بحسب رؤيتي انا، لجنه يعني تعاملت مع القضيه بفخ الموازنات. يعني انت تبريراتك بتجرمك انت ده، الحكم ما ضمن الحاله، قبل كده عاقبت لاعب الحكم برضه ما ضمن الحاله. اللجنه يمكن تكون نقول تعرضت لضغوط من اعلام الهلال بصوره مكثفه جدا، انه اللاعب محمد عبد الرحمن وبكر المدينه يفترض تحويلهم للجنه الانضباط. جاء قبلها كان في تصريح رئيس القطاع الرياضي في الهلال، كان تصريح برضه بيطالب بنفس ما طلبه اعلام الهلال. بعدها جاء زياره الاخ اشرف الكاردينال لرئيس الاتحاد دكتور كمال شداد، واثناء الاجتماع مع شداد برضه تطرق الموضوع الاخ اشرف الكاردينال لما حدث في مباراه المريخ والاهلي مربي، والدليل الرد اللي احنا طالعناه من شداد انه الهلال من حقه يطالب لكن ما من حقه الوصايه على لجان الاتحاد العام. وواضح انه انا افتكر زياره اشرف الكاردينال احرجت لجنه المسابقات، لو كان جرمت محمد عبد الرحمن كان معناه تنفس كلام الكاردينال وكلام رئيس القطاع الرياضي في الهلال وضغط الاعلام الهلال، لكن افتكر انه لجنه المسابقات قرار طلعته ده ما قناعه منها هي، عشان يعني تعاملت مع الاجواء المحيطه حولها بعيد عن القضيه المرتبه انه هي تنظر فيها. انا برجع بقول انه لجان الاتحاد المفروض تتعامل بالقانون سواء مع المريخ مع الهلال مع غيره من الفرق، تساوي كل انديه الممتاز، حتى يمكن ان يساوي في الظلم عدل تعتبر، لكن ان تميز بين نادي واخر دي مشكله كبيره جدا. واي زول في الشارع بيتكلم لك عن انه لجنه المسابقات انه بيشرف عليها هلالاب زي رئيس اللجنه الفاتح بانيه ورمز يحيى ومامون بشاره، دي يمكن بتشكل ضغوط على اللجنه. انت لو اصلا ماشي في السليم ما زول بيصنف ولا بيتعامل بتصنيفاتك انه الغلط صدر بموجب ميولك الرياضي، لكن افتكر لجنه المسابقات محتاجه لاعاده نظر، محتاجه لاعاده صياغه انه تهتم بالنظر في القضايا وفقا لما يقتضي القانون او تترجل. ننتقل مباشرة للهلال وحديث عن اجتياز النجوم ابو سعد واللقاء القادم اعداده له مع اهل الشندي. طبعا هي مباراة تجريبية يمكن نقول، الهلال كسب 4 أهداف في اطار الاستعداد للمباريات دوري النخبة. اهل الشندي من الفرق يمكن اللي استعادت توازن الفني بصورة كبيرة جدا، بالامس كسب الاهلي مربي 4 أهداف مقابل 2 بعد تعثر امام المريخ في شندي وامام المريخ الفاشر في شندي، تعادل مع حي العرب في بور السودان. اهل شندي من الفرق المتميزه، الهلال شيء طبيعي انه يستعد له باعداد بصوره مختلفه عن بقيه الفرق. اهل شندي انا افتكر واحد من الفرق المرشحه للفوز بالدوري النخبه، لكن الفرق يمكن تعثر بعض الشيء نتيجه لبعض المشاكل الاداريه، نحن شفنا استقالات نائب الرئيس وإداري آخر في عضو في مجلس الإدارة، دي أثرت يمكن برضو في بعض المداخلات، لكن فينا يبقى هو أهل شندي
افضل فرقه ممتاز. انا افتكر حاليا مستغير فنيا في عهد المدرب ريكاردو على مستوى العناصر من افضل الفرق في الدوري. استعاد توازن الفني لاهلي شندي ده بشكل يمكن نقول بعبع للهلال، وخاصه الهلال عنده البطوله الافريقيه برضه، دي المباراه دي بتعتبر برضه اعداد له لمباريات البطوله الافريقيه دوري المجموعات من الكونفدراليه. معاويه بيقول لنا الزمن باقي دقيقه، لكن قبل ما نمشي الدقيقه في اجابه قصيره، يعني في حديث برضه بيدور من جماهير الهلال التبدي انه توماس وشيبوب واعتداد على مؤيد عبد الدين، الحكايه شنو الحكايه الاعتداءات في المباريات اللي كثرت ولا؟ والله انا افتكر كله نتيجه لتهاون الحكام. تهاون الحكام انا افتكر بعض الحكام يعني اغروا اللاعبين انه بمزيد من التفلتات، لانه الـ 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 العقاب غايب. نعم. انت بالصوره دي انا بفتكر انه الحكام بيربوا اللاعبين على سلوك خاطئ جدا. لما يلعبوا برا بنشاهد حالات الطرد الكثيره جدا. نعم. حتى يمكن على مستوى الهلال شاهدنا اكثر من حاله طرد. نعم. للاعبين، لانه نفس الحالات دي بيرتكبوها هنا في الحكام بتجاوزوا عنا. نعم. في حالات يمكن ما فيها خلاف انه بتستدعي حالات طرد مباشر. في مباراه الهلال وهلال الابيض انا افتكر الشباب كان بيستحق الطرد، حتى اوليمينجو لاعب الهلال كان بيستحق الطرد المباشر لانه احتدى بدون كرة. شيبوب يمكن لاعب بهرول نحو يمكن كوم من اللاعبين بيحتدي بالبنية على اللاعب الهامي من قبل، يمكن عمله تارة في عطبرة احتدى بالضرب على دراج ما تعرض لأي عقوبة، وتاري هنا في الخرطوم يمكن برضو بيحتدي بالضرب بالكوع كان على ستيري قبل كده. الحكام لهم دور كبير جدا. انا افتكر لجنه الحكام يمكن دي فرصه لها، ونحن نناشد الاخ خير السيد رئيس اللجنه وعامر عثمان وحكم دولي سابق نائب الرئيس للشؤون الفنيه انه يرتقوا بجهاز التحكيم اكثر، ونحن عندنا حكام متميزين عندهم المستقبل. وشفنا يمكن في كاس العالم الاخير الحكم المتميز جدا وليد محمد احمد شارك في مونديال روسيا. نحن دارين انه المسيره تستمر، لكن في ظل المجاملات من الحكام والاداء ضعيف جدا ما حنمشي لقدام، حتى على مستوى المنافسات الافريقيه ما حيكون عندنا حضور متميز. نعم. نحن حقيقه تسير وصلنا للختام. صحيح. شكرا. نعم. جزيلا معاويه الجاك تحليلا لمختلف الاخبار الرياضيه لليوم. ومع الاخبار الرياضيه نختتم صباح الشروق للاحد، بنتمنى دائما انه يكون صباح ومحفز وبدايه ايجابيه ليوم موفق واسبوع موفق للجميع باذن الله سبحانه وتعالى، وحتى نلتقي في صباح اخر لكم دائما احلى تحيه. في امان الله.